بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله محمد يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. وقال سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. في هذا اليوم المبارك نوجه الشكر الجزيل إلى قبيلة تميم وبالخصوص الشيخ أبو سلام وعمومته أبو محمد الشيخ أبو محمد وجميع الحضور الكرام، لأنهم حقيقة أثلجوا قلوبنا أولاً بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتسامح والتساهل. هذه نقطة. النقطة الثانية من هذا المكان نطالب إن شاء الله باسم جميع المسلمين ببناء مراقد أئمة أهل البقيع عليهم أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله بالقريب العاجل، ونسأل الله بحق هذا اليوم وبحق هذا المحفل من سادة ومشايخ وطلبة علوم أن يوفقنا وإياكم لمرضاته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برجع مشكورين، جزاكم الله خير، نعم الله عليكم. حي الله عشيرة بني تميم، وحي الله الكربلاء خدام الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين.